السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كاين هذا التلفاز سامسونج 32 بوصة. هذا التلفاز يعمل ولكن يوجد فيه مشكل في الصورة كما ترون. هذا المشكل يوجد في الإضاءة، في الأضواء الخلفية لهذه الشاشة. هذا هو المشكل اللي كاين في هذا التلفاز. هذا العطب معروف بالباك لايت. المسطرات الليدات هي التي يوجد فيها هذا المشكل. إن شاء الله سوف نفتح هذه الشاشة إن شاء الله، وسأريكم طريقة كيف يتم إصلاح هذا العطب بطريقة سريعة وجيدة وسهلة جدا. كما ترون، الإضاءة في الجانب الأيمن ليست جيدة، والإضاءة في الجانب الأيسر تبدو جيدة. كما ترون، لا توجد إضاءة في هذا الجانب كما ترون، فقط تعمل بعض الليدات فقط، ليست كلها كما ترون. إن شاء الله هذا الحل سهل في الإصلاح إن شاء الله. هذا هو موديل ديال التلفاز كما ترون، موديل E32 اش 400 او 4000. هذا هو الموديل ديال التلفاز. كما ترون، هذا هو شكل التلفاز من الداخل كما ترون. سوف نبدأ إن شاء الله بطريقة فتح هذه الشاشة إن شاء الله. أولا نزيل هذه المكبرات الصوتية كما ترون، سأزيلها. هذا الفيديو غير تعليمي فقط لمن يريد أن يتعلم كيف يتم إصلاح الشاشة أو تبديل الباك لايت الليدات. هذا الفيديو كامل لمن يريد أن يتعلم كيف يتم فتح الشاشات أو رفع البالين ديال هذه الشاشة، فهو سهل جدا في فتح هذه الشاشة، لا يوجد فيها الفيسات بزاف. كما ترون، أولا ترفع الكادر البلاستيكي، ثانيا هذه هي الطريقة الصعبة في إصلاح مثل هذا العطب، كيف يتم رفع البالين. هذه هي الطريقة السهلة اللي أستعملها دائما لرفع هذا البالين. أولا المسطرة ديال التايكون هي التي دائما تسبب المشاكل في هذا البالين. أنا أزيل هذا المسطرة بحذر حتى أتأكد 100% لأنها سالمة. هنا فقط توجد الخطورة ديال البالين فقط، لأن يوجد فيه بزاف الكفات في هذه الشاشة، يوجد فيها كثير من الكفات، يوجد فيها تقريبا 10 ديال الكفات في هذا البالين كما ترون. هذه الطريقة السهلة التي أستعملها لرفع البالين كما ترون. الحمد لله البالين سالم إن شاء الله. سوف نرفع هذا البلاستيك الذي يوجد في فوق هذا الباك لايت إن شاء الله. سهل جدا لكي نرفع هذا البلاستيك بطريقة سهلة جدا. هذا التلفاز سهل جدا في طريقة كيف يتم فتح هذه الشاشة، سهل جدا، لا يوجد فيها كثير من التعقيدات، يوجد فقط فيها بعض الفيسات، لا يوجد فيها كثير من الفيسات كما ترون.
انتهينا من ذلك البلاستيك. وصلنا دابا إلى البكليت. كما ترون هي البكليت التي توجد في الداخل، يوجد فيها 3 مسطرات ديال الليدات. سوف نقيس هذه المسطرات إن شاء الله حتى نتأكد بأنها سالمة أم لا. سوف نبدأ إن شاء الله بتجربة هذه البكليت. كما ترون إخواني يوجد فقط 3 ليدات هي التي تعمل. كما ترون 3 ليدات فقط، كل المسطرات متضررة. يعني كما أقرب لكم الصورة حتى تأكدوا، يوجد فقط 3 ليدات فقط، هذا الجوج اللي فوق واحدة في الوسط، يعني مسطرة واحدة فقط التي تعمل فيها 3 ليدات وواحدة في الأسفل كما ترون، يعني 4 ليدات. يعني بأن هذه المسطرات الليدات يجب أن نغيرها إن شاء الله. سوف أبدأ باستبدالها إن شاء الله بطريقة سهلة جدا، لأنها أصبحت كلها متضررة، ليست جيدة. سوف أبدأ باستبدالها إن شاء الله. هذا هو المشكل ديال هذا الباكليت في هذه الشاشات، لأن عند عمر محدود، يعني تضرب عام عامين 3 سنوات صافي تنتهي مدة صلاحيتها. هذا هو المشكل ديال هذا الباكليت. هذه هي المسطرات ديال الليدات كما ترون. سوف نستبدلها بباكليت جديدة إن شاء الله. أولا سأقيسها كما ترون، فقط 4 ليدات. سوف أبدأ إن شاء الله بنزع هذه الباكليت. فهي سهلة جدا في كيف يتم نزع هذه الليدات بطريقة سهلة جدا. كما ترون ليست معقدة كالشاشات الأخرى، هذه الشاشة سهلة جدا. هذه هي الليدات الجديدة التي سوف أستعملها إن شاء الله كما ترون. أنا وضعت لهذه الباكليت شريط لاصق، حتى كما ترون هذا الشريط جيد حتى تتمكن من أن تكون ملصقة جدا في هذا القصدير لهذه الشاشة. كما ترون قريبا سننتهي من هذه الليدات. الآن بعد تركيب هذه الليدات سوف نجرب إن شاء الله هذه الليدات. كما ترون الليدات تعمل جيدا، لم يعد هناك مشكلة الحمد لله. تم تركيب هذه الليدات بشكل صحيح الحمد لله، لم يعد هناك مشكل في الإضاءة.
إن شاء الله سوف نبدأ بجمع هذه الشاشة إن شاء الله بطريقة جيدة. كل المصابيح أصبحت تعمل كما ترون، لم يعد هناك مشكل. اعمل لايك لهذا الفيديو إذا أعجبك هذا الفيديو، واشترك في قناة نور إلكترونيك حتى يصلك الجديد في هذه القناة لإصلاح الشاشات وإصلاح الأجهزة الإلكترونية. كما ترون سوف نبدأ بجمع هذه الشاشة، وإن شاء الله سأريكم طريقة كيف يتم تركيب البالين في مكانه. هذه هي الطريقة التي أستعمل دائما في تركيب هذا البالين. نفس الطريقة التي أرفع بها هذا البالين هي نفس الطريقة التي أركب بها هذا البالين. كما ترون طريقة سهلة جدا، سهلة جدا في التركيب كما ترون. سوف نركب الغطاء الأخير لهذه الشاشة. والآن الحمد لله كل شيء على ما يرام. سوف نجمع جميع الأجزاء لهذه الشاشة إن شاء الله، وسوف نجربها حتى تأكدوا من أنها شغالة جيدا. سأجرب هذه الشاشة حتى أتأكد بأنها تشتغل جيدا قبل أن أكمل جمع هذه الشاشة. أول حاجة سأجربها أولا. كما ترون إلا تعمل، لم يعد لك مشكل. الآن إن شاء الله سوف أبدأ بجمع هذه الشاشة وسأريكم الصورة إن شاء الله. من بعد ما تم إصلاح هذه الشاشة سأريكم الصورة في هذه الشاشة إن شاء الله. كما ترون أصبحت الصورة جيدة، لم يعد لك مشكل في الصورة. الإضاءة جيدة، لم يعد لك مشكل. إذا أعجبك الفيديو ف اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وشكرا لكم على مشاهدة هذه قناة نور إلكترونيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.